هذا هو البيت السعيد، هذا هو البيت السعيد. الأشياء النفسانية، النظر إلى الغير، ينظر دائما إلى زيد من الناس حياته جميلة أنا عندي مشاكل، ينظر إلى فلان عنده سيارة أنا ما عندي سيارة، ينظر إلى فلان عنده عيال أنا ما عندي عيال، ينظر إلى فلان ما شاء الله ولده مجتهد أنا ولدي غير مجتهد، تنظر الزوجة إلى غير زوجها ما شاء الله يقعد عند عياله زوجي ما يقعد، ما شاء الله ينفق أكثر زوجي ما ينفق، تبدأ تنظر نظرة خارجية. في الحقيقة هذا نوع من الأمراض النفسية، ما في قناعة، في ضعف شخصية داخلية. العلاج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو دونكم، دائما إذا الإنسان يريد يعالج نفسه ينظر إلى من هو دونه، يعني مثلا زوجي يصرف علي 5000 شهريا مثلا، أنظر إلى من دوني من هو من لا يصرف، زوجي يجلس معي في الأسبوع مرتين، أنظر إلى من زوجها أصلا ما يجيها إلا في الشهر مرة، هكذا بتبدأ تستقر النفسية. نفس الشيء الزوج، أنظر إلى من هو دونه فبترتاح.